سيبقى حيا في قلوب أهله ومحبيه والمتظاهرين جميعا رغم إنهاء رصاص ميليشيا الصدر رحلته الحافلة بالإنجازات وتمثيله البارز لاسم العراقي عالمية. لاعب الفنون القتالية وبطل الكيك بوكسينج خليل إبراهيم خليل الذي خلف ورائه إرثا كبيرا من الجوائز والشهادات الدولية استشهد مع عشرات آخرين من أقرانه المرابطين في ساحة الحرية بمدينة النجف في المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا القبعات الزرق التابعة لمقتدى الصدر تحت جنح الظلام في الخامس من شهر شباط الحالي. اجوا ربع علي دقوا الباب، قال لي بعدني يمه نعسان، قال لي لا قوم قوم، قلت لك بالأربعة خابرني، قال لي يمه علقة تندعين. ظلت أنا قاعدة باوع، هي نسمع الدبات والضرب نسمع قاعد. طلعت بالشارع واحد باوع الواحد، قال لهم ايش بيكم ما حد يحاكيني. بالسبعة خابرني الصديقة، ايش عسبالي هو؟ قلت له هاي يمه على رقمه موبايله طلع اسمه خليل. قلت له هاي يمه خليل، قال لي لا أنا مو خليل أنا صديقة توفي. رصاص ميليشيا الصدر الذي يستهدف جميع شرائح المتظاهرين المشاركين في ثورة تشرين حصد هذه المرة حياة لاعب دولي حصل على أكثر من بطولة داخل العراق وتأهل ورشح لأكثر من بطولة أخرى خارج البلاد. ممتاز بالكيك بوكسين خصوصا بالحلبة، حب هذه اللعبة من هو شاب الحد استشهاده، كان لاعب بطل خصوصا مثل المنتخب الوطني للشباب بعد حصوله على المركز الاول في بطولة الكوت، ايضا حقق اكثر من بطولة على مستوى الفرات الاوسط، ايضا كان مشروع بطل دولي لان اكثر من بطولة ترشح له دولية، كان يعني رغم العود ورغم التعب ورغم فضحكته ما تفارق حلقة دائما او ابتسامته ما تفارق فمه دائما، وكان حافز للاعبين، يعني هو اصغر من بعض اللاعبين وانا خليته كمدرب للنادي. وبعيداً عن الانتصارات التي حققها اللاعب الدولي محلياً وعالمياً داخل حلبة الملاكمة باسم العراق، سجل الشهيد خليل نصراً أكبر باسم بلده أيضاً ودفاعاً عنه، لكن هذه المرة في حلبة ثورة تشرين. اللحظات الأخيرة قبل استشهاد خليل، قبل 10 دقائق تقريباً، قلت له خليل الوضع تعبان، خلنا نروح، ما نقدر نسوي نمشي، هم عندهم سلاح وإحنا بدينا، بس يقدر نسوي، طرق العلم. قال لي أستشهد ولا أخلي الخيمة تحترق. ربما رحل الشهيد البطل الذي كان يطالب باستعادة وطن أصبح فيه قمع الأبرياء وقتلهم أسلوبا ممنهجا في مواجهة غير عادلة، لكنه بكل تأكيد سيبقى رمزا عراقيا راسخا في عالم الرياضة وقلوب جميع المرابطين بساحات ثورة العراق لا سيما في النجف.